بعد تحية سلامة. إذن دول الاتحاد الأوروبي سوف تجتمع اليوم لتنسيق الاستجابة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، بمعنى أنها سوف تناقش مستقبل القادمين من الصين. فكيف تبدو تفاصيل في هذا الاجتماع المهم؟ مساء الخير. الاستجابة الأوروبية الموحدة لمواجهة كورونا تعود لاختبار جديد للتساؤل أيضا ودوما حول هل هناك استجابة أوروبية موحدة أم أن كل دولة يمكن أن تتخذ الإجراءات على حدة. قانونيا لكل دولة الحق في أن تتخذ الإجراءات المناسبة، ولكن عمليا لا ينتج هذا الحل أي إجراءات ملموسة أو أي نتائج ملموسة على الأرض. ف التنقل مفتوح داخل الدول الأوروبية، إذا ما دخل أحد من إيطاليا يمكن أن يتنقل عبر منطقة شنغن، وهذا لا يلغي كل هذه الإجراءات. هناك أكثر من اجتماع حدث قبل نحو أيام، اجتمعت لجنة الأمن الصحي في الاتحاد الأوروبي للتباحث حول استجابة موحدة. خلص الخبراء، هذه اللجنة هي من خبراء متخصصين علميا واجتماعيا واقتصاديا ليحددوا كيفية التعامل. خلصوا بأن الحالات الموجودة في الصين لا تنعكس سلبا على القارة الأوروبية لأسباب عديدة. أولا المناعة السكانية، أكثر من 90% من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعات معززة من التطعيمات، وهذا يؤهلهم لمواجهة الفيروس الموجود. ثانيا التأكد من أن ليس هناك سلالة جديدة من الفيروسات، لذلك هذا هو التخوف الكبير، ليس التخوف من أن هناك أعداد متزايدة في الصين، ولكن التخوف من أن تكون هناك سلالة جينية جديدة. لذلك اعتمد الأوروبيون خطوات عاجلة وطارئة لفحص أولا مراحيض الطائرات وكذلك الصرف الصحي للمطارات للمطارات للتأكد من أن هذا الصرف الصحي لا يحتوي على سلالات جديدة من كوفيد وقادرة على أن تتملص وتتهرب من المناعة الموجودة والتطعيمات التي يعني طعم بها المواطنون الأوروبيون والمقيمون في أوروبا. هناك مطالبات للصين بأن تكون أكثر شفافية فيما لديها من معلومات صحية، وهناك أيضا مبادرة أوروبية لمساعدة الصين دون أن تتلقى أوروبا إجابة حتى هذه اللحظة من أنها هل أن الصين ستقبل هذه المبادرة أم لا. لكن يعني سلامة في هذا الإطار أيضا، في نهاية الشهر الفائت ديسمبر، في حوالي يوم 29 من ديسمبر، قامت مجموعة من الدول أيضا بمناقشة هذا الموضوع عبر الإنترنت. إيطاليا تزعمت أن يتم إجراء طبعا فحوصات القادمين من الصين. هل هذا الاجتماع الذي تم في نهاية الشهر الفائت أدى بنتيجة أيضا؟ أدى إلى نتيجة ملحوظة، خصوصا وأن تبع إيطاليا فرنسا وإسبانيا، هذه الدول الثلاث داخل الاتحاد الأوروبي تفحص القادمين من الصين. لكن الإجراء الأوروبي المطلوب والذي يمكن أن تتخذه لجنة الصحي الأوروبي اليوم هو إلزامية المسافر بأن يجري الفحص قبل المغادرة من الصين. التحدي الكبير، ولذلك هناك اجتماعات متعددة، هناك متغيرات عديدة، أولاها أن الصين رفعت القيود المفروضة على السكان التي كانت وأرهقت الحركة النقل والتنقل منذ 3 سنوات. بعد أيام ستعود الصين لفتح كافة الأبواب. هناك يعني طلب هائل على رحلات الطيران من الصين وتحديدا إلى الدول الأوروبية. هذه الأعداد الكبيرة التي لم تأتي منذ 3 سنوات من هناك ويمكن أن تأتي مرة واحدة وفجأة إلى أوروبا، هذا يمكن أن يهدد الأمن الوبائي. هذا هو الموضوع الذي يتناوله المتخصصون الصحيون وغيرهم داخل الاتحاد الأوروبي. لكن على جانب آخر أيضا، الصين تؤكد أنها تتواصل سلامة مع منظمة الصحة العالمية وخاصة أيضا مع وزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي، كل على حدة يعني، لمناقشة الجديد في فيروس كورونا. هل هذا الطرح يعني يكفي للدول الأوروبية أم أنهم ما يزالوا أيضا متخوفون أو متخوفين من القادمين من الصين؟ الصوت المسموع أوروبيا أن الصين لا تتعاون، ليس لدى الأوروبيين أرقام محددة عن حجم الإصابات في الصين. هناك أحيانا ترسل الصين بعض البيانات وتتوقف أحيانا، وهناك أيضا تخوف من ألا تكون هناك أصلا اختبارات
لتحديد النسب المصابة بالفيروس. هناك مشكلة لدى الأوروبيين، ولذلك لا يعتمدون على التقارير القادمة من الصين، يعتمدون على التقارير التابعة للأمم المتحدة للصحة العالمية، لمنظمة الصحة العالمية. هذه هي المشكلة لدى الأوروبيين. هناك أولاً تشكك حول الأرقام، وثانياً هناك يعني تخوف من أن تكون هناك تطورات جينية جديدة وسلالات جديدة لم تعلن الصين أو لم تبلغ الصين بها الأوروبيين. لكن متى استجابة الصين لهذا الأمر؟ لأنه يعني قد يؤدي الإغلاق أو إجراء الاختبارات على القادمة من الصين إلى وجود توتر تشابك ما بين الصين الدولة الكبرى وما بين دول الاتحاد الأوروبي. كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذا الأمر؟ صحيح أن الصين لم يرضها أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات تقييدية على سافريها، لكن هذا الأمر الاحتياطي والاحترازي الأوروبي صحيا يمكن أن يفهم، ولا يمكن أن يعطل حركة النقل وحركة التنقل بين الجانبين. هناك مشاكل أيضا تتعلق ب إذا ما اكتشف صيني مصاب بفيروس كيف يتم التعامل معه داخل أوروبا، خصوصا وأن تتبع الحركة أمر صعب لوافد، ليست بياناته ليست موجودة لدى الدول الأوروبية. كيف سيتم حجره؟ كيف سيتم التأكد من أنه لا يختلط مع الناس؟ هذه أيضا من الإجراءات التي يسعى الأوروبيون لإيجاد حلول لها كي يتعاملوا مع أي تطورات قادمة. لكن من الناحية السياسية يمكن أن تعترض الصين، ولكن هذا الاعتراض لا يصل إلى مستوى الغضب أو لا يصل إلى مستوى التأثير المباشر على حركة التنقل. لماذا أقول هذا يعني سلامة؟ لأن الصين توقفت بشكل مفاجئ عن إجراء اختبارات لتدابير الاحتراز أو الإغلاق، كمان أنها أيضا في نفس الوقت صنفت كوفيد-19 كمرض معدي من الدرجة بي، بمعنى أنه لا يعدي بشكل كبير يعني كالأمراض التي تتعلق بالمستوى ألف. فهل هذا يعني الذي تتخذه الصين يرضي دول أوروبا، أم أنها سوف تستمر قدما في إجراءاتها الاحترازية؟ حسان، دعنا متفقين بأن التجربة الإنسانية الناتجة عن كورونا والإغلاقات المستمرة أفرزت الكثير من النتائج. أول هذه النتائج أن المجتمعات، القوى الضاغطة الشعبية تؤثر بشكل واضح على صانع القرار. هناك دوما ضغوط شعبية. هذا الموضوع يهم الأوروبيين أكثر من الحرب في أوكرانيا، يهمهم كثيرا. هل سنتجه إلى إغلاق أم لا؟ هل أثبت الإغلاق السابق مثلا جدواه أم لا؟ ولكن يعني كل هذه الأمور لا يعني هي صلب الاهتمام الأوروبي، وليست العلاقة مع الصين، وليست من أين يأتي المرض وكيف يتنقل. أنا أتحدث عن المواطن في المسيرة في اللحظات الأخيرة من حياة الإغلاقات السابقة. خرجت مظاهرات بمئات الألاف، حينما دعيت في المقابل، حينما دعي لمظاهرات مثلا ضد الحرب في أوكرانيا وضد روسيا، آلاف بل ربما أحيانا مئات يخرجون، وخرجوا ولم يعودوا يخرجون. نعم. لكن المسيرات التي خرجت ضد الإغلاقات كانت كبيرة جدا، وبالتالي تحسب الحكومات حساب الردود الفعل المجتمعية والشعبية. أشكرك إذن من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة، كنت معنا مباشرة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. سلام.